إذا كان عمق الردم كبير جدا يتجاوز مثلا 6 أمتار، نقوم بإدخال ما يدعى بالبونكات. البونكات هي عبارة عن عنصر هندسي يسمح للتربة بأن تكون مستقرة أثناء الحفر. فهنا فمثلا في هذا المثال كما ترون هنا في هذا المثال كما ترون عند وجود عمق للحفر كبير جدا، فهذا الجبل كان مستمر بهذه الطريقة قبل مجيء الطريق السيار هنا. عند قيام بعملية الحفر لاحظوا أن عملية الحفر المباشر هنا بميل واحد يستطيع خلق انزلاق للتربة، فقاموا بإنشاء هذه البنكات، وهي عبارة عن عناصر تكون لديها عرض معين 2 أو 3 متر بميل معين يكون الداخل، مع إنجاز هنا ديفوسي تكون أرضية، أي فوسي عن طريق التربة فقط يعني غير، ومن خلالها يتم تلقي المياه التي تسيل من هنا على الميل الأول أو البنكة الثانية، وكذلك للمياه التي تكون هنا محجوزة بالبنكة الأولى، ثم قيام بعملية صرف المياه من هنا من جانب إلى آخر. هذه العملية تدعى البنكات، أو هذه العنصر الهندسي يدعى بالبنكات. طريقة إدخاله في برنامج البيست يكون عن طريق هنا من البلاتفورم، لا هنا من الديبلي، نختار هنا قبل إنشاء القطعة المستقيمة المتغيرة التي تدل على البحث على لوندري مونتير هنا، فمثلا في هذا المثال ناقص واحد تدل على قطعة مستقيمة تقوم بالبحث على لونتر وانتر، فهنا نجد التين ناتورال، وهنا البلاتفورم الخاصة بالطريق، ثم هنا الدي التي أدخلناها، هنا نحن ناقص واحد الدالة على أنها قطعة مستقيمة متغيرة، نقوم بإدخالها لبرنامج بيس لبحث على قيمة تقاطع أو مكان تقاطع التين ناتورال مع مشروعنا أو ميل الحفر الخاص بنا تدعى لونتر وانتر. فهنا في هذه الحالة الناقص واحد تكون في آخر عملية إدخال كل القطع المستقيمة، نقوم بالضغط على انسيري ثم إدخال قيمة البونكات أو قيمة الميل الأول، فمثلا نقول ندخل في هذه الحالة 6 أمتار للقطع المستقيمة الأولى مع ميل قدره 100%، ثم انسيري ندخل لا اي فاسي وهنا انسيري ندخل 2 متر بميل قدره 4% للداخل فيزاليزي، فهنا لا في هذه الحالة أخطأنا في إدخال قيمة الميل، فنقوم بعكس الميل هنا، هذه القطعة الأولى قدرها 6 متر ثم إنشاء البنكات الأولى، هنا نقول ناقص 4 متر أو 8 متر أو 8%، ناخذ 4% أو 8% على حسب ما تلقيته من مهندس الدراسة، ثم نقوم بإدخال المستقيم الثاني أو قطعة المستقيم الثانية التي نريد من خلالها ربط أو نقطة التقاء أو البحث عن نقطة التقاء الميل مع ميل الحفر مع القطعة المستقيمة مع التيرا ناتورال بلوتين. إذا أردت إدخال بونكة ثانية تقوم بإعادة نفس الطريقة التي أخذناها حين، ثم إذا اضغط على أوكي هنا أتممنا إنجاز البلاتفورم الخاص بالمقطع العرضي النموذجي، ثم ومن ذلك وكذلك الديبلي. نذهب إلى الرومبلي، في حالة الرومبلي إذا القطعة المستقيمة التي تلحق مباشرة الأكوت مو، هنا في حالة الرومبلي هنا قطعة مستقيمة ميلها 67% ويكون في الربع الثاني أي ناقص أي بالناقص. إذا لدينا قطعة مستقيمة تقوم بالبحث على نقطة التقاء البروجي مع التيرناتيرال، إذا ندخلها ناقص واحد مع ميل قدره ناقص 67%. فيزياليزي أوكي. هنا تلاحظون أعزائي المتربصين أو المتمهنين أنه
أننا قمنا بإدخال حالة الدبلي مع حالة الرملي في مقطع عرضي نموذجي واحد، وذلك لإتاحة المجال لبرنامج البيست بحساب حالة الدبلي في حالة ما إذا كان أسقط المقطع العرضي النموذجي الذي رسمته على الأرضية. فإذا لاحظ أنه هذه النقطة، أي نقطة ما وراء أو النقطة التي ينتهي عندها الأكوتمو، هذه النقطة إذا رآها أنها تكون فوق الأرضية يقوم برسم حالة الرومبلي. وإذا كان رأى أنه نقطة الانتهاء الأكوتمو تكون تحت الأرضية فيقوم برسم حالة الدبلي أوتوماتيكيا، أي آليا يقوم بحساب ذلك أو مراقبة ذلك آليا. الآن نحاول إدخال لالين أسيز. لالين أسيز هي الخط المستقيم الذي يمثل هنا، الذي يمثل الـ PST لا بارتي سوبيريور دو تراسمون، هاته لالين، أنه يمثل الخط المستقيم الذي يحد الرومبلي على مختلف طبقات إنجاز جسم الطريق، هاته لالين. إذا هنا عند إدخالها يجب معرفة la profondeur الكلية، أي العمق الكلي لجسم الطريق. فهنا في حالتنا لدينا 6 زائد 12 زائد 15 زائد 35، أي أنه مجموع سمك جسم طبقات جسم الطريق أو سمك جسم الطريق الكلي. هنا ندخله، هنا سمك جسم الطريق الكلي ندخله هنا. في حالة مشروعنا لدينا 0.68، ثم نقوم بالضغط على فيزواليزي. فكما تلاحظون هنا قام برسم مستقيم أو القطعة المستقيمة التي تدل على لاسيز، وكما قلنا هي قطعة مستقيمة تفصل الرومبلي على جسم الطريق. إذا أردت إدخال هنا تحت الأكوتمو ندخل بنفس الطريقة هنا 0.68 مع عرض الأكوتمو الذي هو 1.5 مع بونت الأكوتمو الذي هو -4، ونقوم بالضغط على فيزواليزي. فهنا أدخل خط مستقيم الأسيز موافق أو موازي لأرضية الشوسي، ومن ثم خط مستقيم موازي لأرضية الأكوتمو إلى غير ذلك، ثم نفعل بالضغط على أوكي. هنا من الفورم نقوم بإدخال الخط المستقيم الذي يفصل الباز على الفونداسيون. برنامج البيست لا يستطيع إدخال 4 طبقات لجسم الطريق، يدخل فقط 3 طبقات على أقصى تقدير. إذا هنا لدينا في حالة مشروعنا 4 طبقات، نقوم بضم الطبقتين الفورم مع الفونداسيون إلى طبقة واحدة، ثم الطبقة الثانية وهي الباز، ثم الثالثة وهي الرولمو. إذا طبقة أو خط مستقيم أو قطعة مستقيمة الخاصة بالفورم هنا، إذا هنا الخط المستقيم الذي يسمى فورم هو الخط المستقيم الذي يفصل الباز على الفونداسيون، أي أنه هذا خط، هنا باز وهنا فونداسيون، أي أنه يدل على هذا الخط المستقيم. مثلا إذا أشرنا إليه هنا في المقطع العرضي فإن الباز يمثلنا هذا الخط المستقيم. ففي هذه الحالة نقوم بإدخال عمق طبقة الرولمو مع طبقة الباز. ففي حالة مشروعنا لدينا رولمو قدره 6 سنتيم وباز قدره 12 سنتيم، مجموعهما هو 18 سنتيم، إذا نقوم بإدخال هنا في البيسور 18 سنتيم بالمتر، 0.18 متر. هنا تحت الأكوتمو كما تلاحظون الباز لا تستمر تحت الأكوتمو بل تتوقف هنا، إذا يجب إيقافها هنا. نقوم بإدخال سمك خط
الفورم، ثم هنا نقوم بإدخال قطعة مستقيمة معينة، مثلا قدرها 0.25 سم بميل قدره 0%، ثم بنفس السمك ندخل قطعة مستقيمة قدرها مثلا 0.1 متر بسمك بميل قدره ناقص 100%، ونقوم بالضغط على فيزواليزي. فكما تلاحظون هنا جماعة، قام بإدخال خط الفورم الذي يفصل لا فونداسيون مع لا باس، ثم قام هنا تحت الاكوتمون، تحت قطعة الاكوتمون، بإدخال قطعة مستقيمة قدرها 0.25%، 0.25 متر، ثم بما قدره 0%، ثم قام بإدخال قطعة مستقيمة قدرها 0.1% فقط لكي يستمر هنا، مع ما يقدره 100%، ولكن وذلك لكي يقوم ب هنا بالتبيين طبقة فونداسيون مع الفورم، فونداسيون مع الفورم وليس الباص. هنا لدينا طبقتين، فونداسيون وفورم. نستطيع هنا إذا أردنا القيام بهذه الصفة الهندسية، لأنه ينزل هنا بمقدار الفونداسيون، ثم يستمر بمقدار الفورم، ندخل هنا بما قدره 100% سمك الفونداسيون، يعني أننا ندخل هنا 0.15 وهو سمك الفونداسيون ب100% فيجواليزي، ثم نقوم هنا بنفس ال لا نفس بإنجاز هنا نقوم بإنجاز عم قدره طبقة الرولمو زائد الباز زائد الفورم، وذلك لإنجاز الخط المستقيم هذا، لأنه الخط المستقيم هنا في هذه الحالة يتم رسمه بهذه الطريقة، هنا يفصل بين الباز والرولمو، ثم يأتي هنا ثم يستمر إلى حين نصل هنا. إذا هنا كان سمك الطبقتين وهو الرولمو والباز، ثم تحولنا إلى سمك ثلاث طبقات وهو الرولمو ثم الباز ثم الفونداسيون، لأننا هنا ندخل 6 + 12 = 18 + 15 وهو 33، إذا ندخل 0.33 مع خط مستقيم قدره مثلا واحد، مع ميل قدره ناقص 4% فيجاليزي. فكما تلاحظون هنا قام برسم خط مستقيم هنا، ثم هنا قام بإتمامه مع وذلك لتبيين لاكوش دو فونداسيون، ثم هنا عندنا لاكوش دو فورم. نضغط هنا على اوكي للمصادقة على مختلف الأمور التي أنجزناها. هنا كما تلاحظون أعزائي المتربصين، قام بإدخال قطعة مستقيمة قدرها أو قدر ميلها 0%، وهنا نستطيع أن نقول أنها خاطئة بعض الشيء. نقوم بتصليحها من هنا لفورم، هنا ندخل ميل الأكوتمو، لأن هنا لدينا أكوتمو ميله ناقص 4%. إذا هنا قام بإدخال ميل صحيح، ثم ميل 100% للدلالة على لاكوش دو فور لو فونداسيون، ثم هنا بهذه القطعة بهذا الشكل أدخلنا قطعة أو لاكوش دو فونداسيون دو فورم. أوكي، إذا نقوم بمواصلة مختلف طبقات التربة الخاصة بنا. بقي لنا هنا لاباس. لاباس هو خط مستقيم أو قطعة مستقيمة التي تفصل الرولمو على لاباس، تفصل الرولمو على لاباس، يعني أنها هاته قطعة مستقيمة. هنا ندل عليها مثلا بالأصفر، هنا فهي هاته قطعة مستقيمة التي تفصل الرولمو على لاباس، الرولمو
على الباص. إذا هنا لدينا عمق قدره رولمو فقط، لأنه 0.06 متر. ندخل عمق القطعة المستقيمة 0.06، ومن هنا نقوم بإدخال 0.6 متر كذلك، مع هنا قطعة قدرها مثلا 0.1 متر، مع ميل قدره ناقص 100% فيجواليزي. فهنا قام برسم هذه الطبقة الصغيرة كما تلاحظون هنا التي تفصل بين رولمو ولاباس، وقام بهنا بإتمامها مع لاكوش دو فونداسيون. إذا لدينا هنا فورم، ثم فونداسيون، ثم باس، ثم رولمو. إذا صادقت على مختلف الأمور الهندسية التي قمت بإدخالها، قم بالضغط على أوكي. إذا أعزائي المتربصين، بهذه الطريقة أتممنا إدخال مختلف تفاصيل كل طبقات جسم الطريق مع التفاصيل الهندسية، مختلف الأبعاد الهندسية للمقطع الأرضي النموذجي للأرضية. نستطيع من خلال النقر على بنقرة واحدة على الصورة النافذة البيانية هنا تغيير المنظر من ديبلي إلى ديبلي رومبلي إلى رومبلي، للتأكد من مختلف الأمور الهندسية التي أدخلتها. إذن هذه الطريقة الصحيحة التي يمكن من خلالها إتمام تنفيذ المقطع العرضي النموذجي على برنامج البيست. شكرا للجميع.